إذا برنامج تكوين 10,000 إطار تربوي في أفق سنة 2016 هو برنامج حكومي أطلقته الحكومة سنة 2013 وخصصت له ميزانية تقدر بحوالي 161 مليون درهم من أجل تأهيل مجموعة من حاملي الشهادات العليا في مهن التدريس. هو برنامج كان يتوقع من هذه العملية ومن هذا البرنامج مساعدة المستفيدين من أجل ولوج سوق الشغل وخاصة في التعليم الخاص. للتعرف بشكل أكبر على دواعي الاحتجاج يحضر إلى جانبي ضيفا السيد مهدي فتاح عضو المجلس الوطني لبرنامج تكوين 10,000 إطار. هل تلقيتم أي وعود من الحكومة بكونكم سيتم إدماجكم في سوق الشغل خاصة في التعليم الخصوصي، وعود واضحة في هذا السياق؟ الوعود التي تلقينا من الحكومة هي متضمنة في الاتفاقية الإطار، حيث أن الاتفاقية الإطار تدل على أن وتؤكد كذلك على أن يعني الهدف من هذا البرنامج الحكومي هو تأهيل 10,000 إطار تربوي من أجل إدماجهم في سوق الشغل، وذلك من أجل معالجة مشكل البطالة الذي يعاني منه الشباب. طيب كيف يتم تدبير ملفكم اليوم من قبل الحكومة، وما هي مطالبكم بعد هذه الوقفة الاحتجاجية التي تخوضنا؟ وكما قلت بأن المدارس العليا للأساتذة يعني رقمت تجربة مهمة في قطاع التربية والتكوين. أول مادة 5 من القانون المؤطر للمدارس العليا للأسد يقول بأن المدارس لا زالت مستمرة في أداء مهامها في التكوين والتكوين المستمر بناء وتلبية لحاجيات الوزارة لحاجيات معبر عنها من طرف الوزارة الوصية. إذن أشكرك السيد مهدي فتاح عضو المجلس الوطني لبرنامج تكوين 10,000 إطار تربوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخت رجاء.